السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. سأريكم طريقة تحديث يعني نظام السوفت وير لجهاز تلفاز سامسونج او ما يسمى ابجريد سوفت وير او يعني ميزاجور لوجيسيال. يعني الطريقة التي سنقوم بها هي عبر مفتاح يو اس بي. سننتقل الى الحاسوب وسأريكم، يعني قبل ذلك اريد ان اريكم بعض المعلومات. هذه المعلومات يمكن ان تجدوها يعني في ملصق خلف الشاشة، يوجد ملصق ستجد فيه يعني المعلومات التي سنحتاج، الموديل يعني موديل التلفاز، وكذلك يعني فيرجن اوف سوفتوير، يعني نسخة النظام الذي يوجد في التلفاز حاليا. اذا لندخل سندخل طبعا عبر الريموت في المنيو هكذا، ثم سنذهب الى الاسفل هنا سبورت، ثم اوكي هكذا. هذه هي يعني المفاتيح التي استعمل للنزول للصعود، هذه اوكي، يعني الناس التي لا تعرف هذه هي المفاتيح التي استعمل. اذا ساقوم بالنزول الى كونتاكت سامسونج هكذا، ثم اوكي، وهنا ستجدون يعني product information، موديل كود، هذا هو موديل التلفاز، وهذا هو يعني وهذه هي نسخة النظام. نسخة النظام هي هذه. طبيعة الحال كانت لدي 1109 على ما أعتقد، الآن أصبحت 1111. إذا ننتقل إلى الحاسوب ثم بعد ذلك نرجع إلى التلفاز ونقوم بتحديث نظام التلفاز. إذا لتحميل السوفتوير أو النظام الخاص بالتلفاز طبعا سنحتاج جوجل، وسنحتاج الموديل كود. هذا الموديل كود هذا هو أهم حاجة، يعني لهذا يعني أريتكم تلك المعلومات لكي تقوموا بنسخ هذا الموديل كود أو تكتبوه، ثم تكتبون سامسونج ثم تقوم بنسخ الكود. هنا سيعطيك يعني التلفاز الخاص بك. بطبيعة الحال يجب أن يكون الموقع samsung.com، لا تدخل إلى موقع آخر، يجب أن تدخل إلى موقع سامسونج. ثم سأدخل إلى التلفاز الخاص به، هو هذا. أو يمكنك يعني البحث عن تلفازك في موقع سامسونج مباشرة. أنا بالنسبة لي وجدت الطريقة سهلة وسأعتمدها. إذا قمنا بالنزول قليلا سأختار هنا software لكي يعني يقوم بالفلترة، وأقوم بالنزول. ولاحظوا معي هنا فيشي دو ميزاجور او السوفتوير، اذا ساقوم ب يعني بتحميله يعني تيليشارجمون. جيد، يعني بعد ان ينتهي من التحميل فستجده يعني في حاسوبك على هذا الشكل هذا. لانه هو هذا يعني رغم انه يعني على شكل اكزي يعني على شكل ابلكيشن، فهو يعني ليس ابلكيشن، فهو تضغط عليه مرتين ثم سيطلب منك يعني الاكستراكت او استخراج تلك الملفات ووضعها في يعني في ملف. ساضغط اكستراكت يعني سيضعها بنفس الملف، ها هو. اذا هذا هو الملف الذي سنحتاجه، هذه هي الملفات التي سنحتاج. اذا يعني كاشاره ستحتاج يعني يو اس بي، كيفما كانت اليو اس بي لا مشكل في ذلك. ساقوم بفتح نافذه اخرى ثم سأذهب بهذه النافذة إلى هنا والسوفتوير هنا. إذا قلنا لا تهم اليو اس بي، إذا سنفتح اليو اس بي. وطبيعة الحال لا يهم إن كان يوجد فيها ملفات أو فارغة، هذا لا يهم. ما يهم هو يعني أن تضع هذا الملف هذا في يعني في الصفحة الرئيسية لليو اس بي، لا تقوم بوضع يعني الملفات داخل ملف آخر يعني في الخارج. فطبيعة الحال ستقوم بنسخ الملف هكذا كوبي ثم باست هكذا، لكن توجد بعض يعني التلفاز يجب عليك يعني ألا تضعه على شكل يعني ألا تضعه على شكل ملف، يجب عليك يعني وضع محتوى الملف. لكي تعمل الطريقة مع الجميع فافعلهما معا، يعني قم بوضع الملف وقم بوضع ما بداخل الملف هكذا. إذن هكذا يعني ستعمل الطريقة مع الجميع بدون استثناء، يعني قم بوضع ما بداخل الملف هكذا
وقم بوضع كذلك الملف هكذا يعني، والتلفاز سيبحث عن ما يريد. وكإشارة أخرى بالنسبة لي هذا التلفاز هذا الذي أتوفر عليه فهو يقرأ يعني نظام الملفات NTFS أو الفات 32. ماذا نقصد بذلك؟ إذا أتينا إلى مفتاح USB كليك يمين Properties، لاحظوا معي أنا لدي File System NTFS. بالنسبة لهذا التلفاز فهو يعمل مع الـ NTFS وكذلك الفات. بالنسبة لديك إن لم يقرأه التلفاز أو لم يعمل معك فيجب عليك تحويل File System أولا إلى الفات. كيف ذلك؟ تقوم بكليك يمين ثم Format يعني Formatي، ثم تختار من هنا فات 32، ثم تضغط على Start اوكي، وسيتغير ملف يعني نظام الملفات، وبعد ذلك يعني تقوم بنسخ الامور. والان ننتقل الى التلفاز ونكمل المراحل. اذا كما تلاحظون لقد قمت بربط مفتاح USB مع التلفاز يعني في منفذ USB، والان سننتقل الى يعني طريقه upgrade. والان سننتقل لاريكم طريقه الابجريد، فهي سهله. اول حاجه يعني سنتاكد بان يعني USB شغاله، سنضغط على سورس هكذا، ولاحظوا معي هنا فاليوسبي يعني قراها الجهاز. بعد ذلك سندخل على منيو، هذه منيو، ثم سنذهب مباشره عبر يعني الاسهم الى الاسفل، سنذهب الى Assistance هكذا، ثم أضغط على هذا الخيار أو هذا الخيار لا يهم، ثم نأتي إلى ميزاجور دي لوجيسيل أو Upgrade يعني Software على حسب اللغة هكذا، ثم نضغط على OK. هذه هي OK، ثم سأضغط على OK، ثم سأضغط على ميزا جور مانتنو أو أبغريد ناو بالإنجليزية أوكي. هنا سيقول لي يعني لقد وجد ملف يعني الأبغريد أو الفلاش في USB ويريد التأكيد. نعم سأعطيه وي، يعني دائما أوكي، هذه هي أوكي لمن لا يعرفها وي. لاحظوا معي هنا سيقول une nouvelle version du logiciel est disponible, passez à la version à la version. يعني هذه هي الفيرشن التي كانت لدي كما أريتكم سابقا، وهذه هي الفيرشن التي ستصبح الآن في التلفاز التي قمت بتحميلها. إذا سأقوم وبطبيعة الحال هذا هو التاريخ، إذا سأقوم بالضغط على OK وننتظر. عندما معي التلفاز كان يومض هنا، ميزاجور دو لوجيسيال لا زال الآن يقوم يعني بتحميل أو تثبيت الملف. جيد، التلفاز الآن يعني يشتغل أو يقلع. جيد، سنتأكد الآن يعني من الفيرشن الخاصة. لاحظوا معي هنا يقول لنا بأن السوفتوير يعني is upgraded وهذه هي النسخة الجديدة 11.11. سأضغط على OK. جيد، الآن سنتأكد حتى في المنيو، سأدخل على منيو ثم دائما سنذهب الى اسيستنس هكذا، ثم سندخل على هذا المكان كونتاكتي سامسونج. لاحظوا معي اذا هذه هي النسخة التي قمنا بتحميلها. لاحظوا معي أصبحت لدي الآن 11.11. إذن هذه هي الطريقة السهلة لي يعني upgrade software أو upgrade يعني
لنظام التلفاز. هذه هي الطريقة السهلة ويمكن لأي أحد أن يقوم بها. إذا نلتقي في فيديو آخر. السلام عليكم.